السلام عليكم. يتأهب اللاعب أمير عبد السلام الظهير الأيسر لنادي غرونغينا لاستهلال مسيرة رفقة المنتخب الوطني المغربية، حيث يتواجد في المعسكر الحالي لأسود الأطلسة الذي تتخلل مباراتين وديتين أمام ليبيا والغابون استعدادا لتصفية المؤهلة لكأس إفريقيا الأمم 2021 بالكاميرون في أفق تأهيله رسميا في قادم المواعيد لحمل قميص الوطنية. وأبصر أمير النور سنة 1997 حيث يبلغ من العمر 22 سنة، وقد تلقى تكوينه في مدرسة فينود روتردام الذي التحق بها سنة 2005 قبل أن ينضم إلى غرونغينا صيف 2016 إلى فريق أقل من 21 سنة، ثم يصعد إلى الفريق الأول صيف سنة 2017 مدشنا مشواره في الدوري الهولندي الممتاز. اللاعب الذي يعتمد على قدم اليسرى خاض هذا الموسم لحدود الآن 6 مباريات مع فريقه الهولندية، بينما شارك في 9 مقابلات مع الفريق الأول موسم 2017-2018 ثم أجرى 3 لقاءات في الموسم الفارطة في الدوري المحلي مع الكبار. وأعرب عبد السلام عن سروره باهتمام الذي يحظى به من طرف الطاقم الفني للمنتخب الوطني بقوله: إنهم يهتمون بي كثيرا، أرى هذا الأمر مثل الهدية، إنه شيء رائع للغاية. مضيفا: خليل ورزيتش قال لي إنه يرى الكثير من الإمكانية المؤهلات في أسلوبي وأنني أتواجد في حساباته، إنني ممتن لهذا الأمر. وتعيش كرة المغربية منذ سنوات أزمة على صعيد المركز الظهير الأيسر بعد حقبة لاعبين دوليين بارزين آخرهم عبد الكريم حضر ليختبط الأسود الأطلسة منذ ذلك الحين في ورطة عدم تواجد اسم قارة في هذا المركز، رغم تجريب أسماء بالجملة من بينها حمزة مندي لاعب ديجون الفرنسية. وصارت الكرة الهولندية مشتلة للمنتخب الوطني لجلب الكثير من اللاعبين الذين ولدوا وترعرعوا هناك، وتضم المجموعة في الوقت الحالي نجوم بارزين على غرار حكيم زياش صانع ألعاب أياكس أمستردام وسوفيان أمرابط متوسط ميدان هيلارد فيرونا، فيما تنكت الجامعة الملكية المغربية لإقناع محمد إحتارن النجم الصاعد في الصوبة في أيندهوفن.